Bismillahirrahmanirrahim. Create a nuke. افتح ال software. Nuke the foundry. Okay. في معاه شرح، فنقول أول شيء set up nuke، خلينا نسيتبه. right click، أنا أفضل أن run administrator. Next. راح أسرع شوية الفيديو لأنه بياخذ وقت. تمام، يوديك على الصفحة على طول، هو ما نبيها. يقول لك ريستارت، انا ما اقدر اسوي ريستارت، فلا تسوي ريستارت، قول له نو فينيش. اوكي، الخطوة الثانية اللي هي نستول FLT7 اللي هو هذا، نفس الشيء رايت كليك ران ادمنستريتر، يقول لك ان هذا نظام غير، قول له اوكي next accept install. finish. الحين الخطوة الثالثة نفتح الفاوندري license utility، ممكن نحصله هني. خلينا نكتب foundry. فاوندري. اوكي، اذا ما طلع معانا هني، انا لان شايل هذيلا وحاط السسمة، نروح على السي، ما في مشكلة، نروح على السي، نلقى بالبروجرام فايل ذا فاوندري، ندش على اللايسن تولز، هذه هي نفس الكلمة هذه هني، هذه هي. فنفس الشيء رايت كليك run administrator، ونروح على RLM server، ونقول له stop server. راح يقرأ شوية هني. اوكي، يقول لك successfully stop، الحين واقف في السيسمة السيرفر ال RLM. اوكي، رقم 4 يقول لك copy، نشوف رقم 4 copy RLM foundry بال foundry bin RLM اللي هو هذا، شنو اسمه، RLM foundry، هذا copy، ونروح على C program file the foundry license tool 7 bin RLM، نحطها هني، رايت كليك بيست، يقول لك موجودة، قول له ريبليس كونتينيو. حلو، الحين الخطوة الخامسة هذه اللايسن اكس اف لايسن، هذا تشينج فيرست لاين اللي هو هذا عندنا موجود هني، هذا لازم نغير في ارقام. نضغط رايت كليك، نقول له اوبن ويذ، خلنا ناخذ، خله يفتح افضل مكان اللي هو الوورد، بعد نقول له اوبن. اوكي،
هني عندنا راح يطلع في اسماء ثانية انا مغيره هني الهوست نيم. المهم راح تخليه كذي. شلون تطلع الاسم الهوست نيم والاي دي؟ هذا الرقم ثابت اخر واحد 50 53. هذا السيرفر الداخلي النيوك مالنا شغل فيه. المهم نروح هني مرة ثانية نرجع على الفاوندري لايسن عشان نطلع الأرقام هذه. نروح على الدايجنوستكس ونقول له ران دايجنوستيك. راح يعطينا هني، نلاحظ ان هني اسم الهوست نيم هذا نسوي له كوبي نحطه هني على طول ورا ال يعني خلينا ناخذ كوبي كنترول سي اني هني على طول هوست، بعدين نقول له بيست حط لنا هذا. وعندنا الرقم اللي بعده على طول على طول اللي فوقه سيستم اي دي، هذا ناخذه كوبي دبل كليك كوبي كنترول سي وني هني نحطه كنترول في. لازم تصير في مسافة بين هذا وهذا الرقم فنحط مسافة. بعدين الرقم الأخير 50 53 بس نحفظه. أوكي تمام سكرة. الحين هذا ناخذه خلينا نشوف وين غيرنا احنا كل شيء. الحين يقول لك كوبي رقم 6 كوبي الملف هذا نفس اللي غيرته بالار ال ام نفس المكان رايت كليك كوبي نرجع نفس المكان نفس هذا الباث بين ار ال ام هني بيست. اوكي تمام. الحين رقم 7 نروح نرجع مرة ثانية على السيستم هذا اللي سكرنا السيرفر فيه. نفتح السيرفر الحين نرجع هني نقول له ستارت سيرفر. اوكي سكسسفول خلصنا منه خلاص نسكره ما نحتاجه. الحين رقم 8 نشغل دش على نيوك راح يطلع لك المسج نيوك نيوك 11 كاهو رايت كليك رن ادمنستريتر افضل بالبدايه. هني يقول لك واضح الخطوات يعني هني يقول لك راح اخذ اختار يوز سيرفر هذه اللي هي انستول لايسن بالبدايه هذه انستول لايسن ناخذ هذه انستول لايسن بعدين يوز سيرفر هذه يوز سيرفر. هني شنو نحط؟ هني نحط الحين هو كاتب 41.05 لا انت اكتب 50 53 نفس الرقم اللي مساع حطيناه باللايسن فنكتب 50 53 at 127.0.0.1 ونقول له انستول. كاتب لك على طول تضغط انستول. هني نختار ار ال ام سيرفر نقول له اوكي خلاص قال لنا اللايسن ابديتد. لا تسوي لانش اعمل كويت افضل بالبداية علشان نبي نوقف ال نوقفه من الانترنت اذا شابك الانترنت ما يسوي لك ابديت عليه. فنروح هني على على مكان الانترنت او النتورك نضغط رايت كليك نقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر ناخذ تحت ويندو فاير وول ونروح ادفانس سيتنج ناخذ انباوند رولز نضغط نيو رولز خليه بروجرام نقول له نيكست براوز نروح على نيوك. الحين نروح مكان لنيوك بروجرام فايل نيوك 11 هذه ناخذ هذه نيوك 11 exe نقول له اوكي نيكست نقول له بلوك كونكشن يعني اذا اشتغل النيوك لا تخليه يفتح على الانترنت ما يبحث عن الانترنت. نيكست نيكست نكتب له هني نيوك
اي شيء تقدر تكتب له طبعا، مو شرط، بس عشان يبين معانا. الحين سوينا الانباوند، نسوي الاوتباوند نفس الطريقة، نيو رول، نيكست، براوز، اوتوماتيكو راح يودينا على اخر واحد داشين له، نقول له اوبن، نيكست، بلوكت، نيكست، نيكست، نفس الشيء نكتب له نيوك ونضغط فينش. خلاص هذا خلصنا منه، خلصنا منه. شنو بعد في خطوات؟ دن، ما في شيء هني. هذا يقول لك كلوز ان اوتبوت، الاوتبوت مال اللي سويناه توه. نسكر الحين هني على نيوك، رايت كليك بالبداية، ران از ادمنستريتور. اشتغل تمام. هذا هو طريقة نيوك.